مامي كويسه شاطره انت متخيله والله انا نفسي مش عارفه بس هي بتيجي كده اه كويسه شاطره ازاي يعني عرفتي ان كويسه يعني والله انا حاسه انا حاسه ان انا كويسه يعني لا يعني بصي البيبي لما بيجي هو اللي بيعلم امه مش هي اللي بتربيه وبتعلمه هو اللي بيعلمها هي هتعمل ايه هو اللي بيعلمني ان انا بصحى كل ساعه ونص ما بنامش عمري ما كنت اتخيل ان في حاجه في الدنيا ممكن تصحيني كل ساعتين من نومي بس هو اللي بيعلمك وهو اللي بيوسع خلقك وهو اللي بيعمل كل حاجه لا هو مش خطفت الانظار ولا حاجه انا مسافره في غيبه انت عارفه فبيبقى في شويه اشتياق كده بصي كل اللقاءات بتتصور وتتنسى ماني من كتر ما هي بتبقى فاشله مفيش اي حاجات جايه لعمرو ان شاء الله الفيلم ده انا كنت مع عمرو في الراديو من اربع سنين وهم كانوا بيصوروا وحضرت قد ايه بجد بقى مش الحاجات اللي بتشوفها في التلفزيون وبجد ما كناش بننام وبجد ما كناش لا بجد كان صعب وتصويره صعب ومش زي اي حاجه زي اي فيلم مصري ممكن نبقى شفناه قبل كده بصي هما بقالهم كتير قوي بيعملوه وبقالوا كتير خلصان هما اتأخروا عشان انا عارفة كانوا عايزين يطلعوا احلى كواليتي وحاجة بجد ما يعني مناسبة للحاجة زي دي يعني زي ما بقولك الحاجة ما تعملش عندنا قبل كده فما كانوش هيطلعوا بيها لو هي دون المستوى حلو لا والله خالص انا اول واحدة هسف عليهم لو في حاجة طيب قوليلي يا عم انا اعرفش ايه قلق من انهي نوع من كل حاجة بقى قلق ايجابي ولا قلق بصي انا مفيش حد في الدنيا حد هيجتمع عليه خاصة ان انا الحاجة اللي بقدمها هي فن الساركازم اللي هو الادب الحاجات الساخره فطبيعي لما تسخري من حد مش هيبقى مبسوط منك بس في حاجه اسمها الكوميديا الساخره ودي بتضايق ناس كتير وانا من زمان بعملها بس هو دلوقتي جد على الناس ان هم بقوا يحبوا يكتبوا بوستات قوي فانا بصراحه ما بيفرقليش يعني لا خالص والله بصي انا بكسل امثل يعني بكسل الف حاجات انا ما بعملهاش بجد فهتلاقيني بقول فعلا اللي انا بعمله في حياتي ويوم ده من باب ان ده اسهل كونتنت ممكن اي حد يعمله فمش طيب ما تتضايقي من فكره الناس اللي بيقولوا مين ما يبقى موجوده لا عادي اللي عارفني عارف انا بعمل ايه ما يعرفنيش هو مش شريكه الناس اللي انا بخاطبها فعادي مش مطالب مني اوصل لكل الاعمار وكل السنات وكل السنات ولكل الناس يعني فانا احب ان يبقى انا مش عايزه ابقى مشهوره يعني انا عمري ما تارجت ابقى مشهوره انا بعمل حاجه معينه هيحبها ناس معينه الباقي مش هموت ويبقى كل